يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده السادسه، تحياتي طبعا لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا النهارده. مبروك فوز المنتخب المصري بخماسيه نظيفه على منتخب السودان، فوز ريح وطمن المصريين. هحط بين قوسين كده ان المباراه مش مباراه اختبار حقيقي لقوه او قدرات المنتخب المصري. المنتخب السوداني مع كامل الاحترام والتقدير طبعا للاشقاء السودانيين، لكن المنتخب بيعاني من ظروف كتير جدا صعبه، ويمكن ظهر مش في احسن حالاته. الفريق كمان لعب فتره طويله بدون اثنين من اللاعبين، فده ممكن يترجم السكور الكبير اللي عمله المنتخب المصري امبارح. لكن الحقيقه اهم مكاسب المباراه من وجهه نظري المتواضعه هي عوده الروح للمنتخب المصري اللي شفناه الحقيقه في اداء اللعيبه من اللحظه الاولى لبدايه المباراه. فرق كبير، الجمهور الحقيقه جمهور الكوره بيحس وبيقرا، بيعرف يقيم اللعيب ده جاي يعمل اللي عليه، جاي يقضي الواجب ويمشي، ولا جاي يقدم كل ما عنده عشان منتخب بلده. وده اللي ظهر بشكل واضح جدا في مباراه امبارح. الاختبار الحقيقي مش بس الكيروش او لكارلوس كيروش من اول ما تولى المسؤوليه، لا، يمكن الاختبار الحقيقي لمنتخب مصر من فتره طويله جدا ما شفناش فيها مباراه قويه، مباراه فيها خصم من العيار الثقيل زي المباراه اللي جايه. المواجهه امام الجزائر بالتاكيد مش هتكون سهله لا لينا ولا ليهم. واعتقد باذن الله ان المستوى والروح اللي ظهرت بيها فرقه منتخب مصر امبارح ان شاء الله باذن الله تطمنا، رغم انه احتمال كبير وده هنتكلم فيه على مدار الحلقه طبعا شكل المنتخب وعناصر المنتخب وممكن كمان طريقه اللعب في الماتش بتاع الجزائر تختلف بشكل كبير جدا عن الطريقه والتشكيل اللي لعب بيهم منتخب مصر قدام السودان. على كل الاحوال هنتكلم على طبعا ماتش الجزائر لانه ماتش مهم جدا وحاسم جدا وفاصل كمان في مشوارك في البطوله. انت رايح تقابل مين؟ رايح تقابل المغرب في مواجهه من العيار الثقيل، برضه مواجهه ناريه وممكن تقول عليها نهائي مبكر، ولا ممكن تكون بتقابل الاردن وتسهل شويه فكره المشوار في طريقك للحصول على اللقب، ونتمنى طبعا ان اللقب بيكون مصري. في ردود افعال امبارح الجماهير نقطتين لفتوا نظري بشكل كبير جدا. النقطه الاولى، واقسم بالله انا مش بعلم ومش بتكلم ومش بحاول ان انا اجر الناس لحتى يعني فيها كلام على التحكيم المصري او اساءه للتحكيم المصري، لكن وجهه النظر كانت مقبوله جدا. الناس امبارح اتكلمت على انه حكم المباراه لم يحتوي منتخب السودان. سيبك من حاله السف، حاله القلش، وده جزء من ثقافه المصريين دايما مشاكلهم معاناتهم ياخدوها ويقابلوها دايما باللقطه والضحكه، لكن الحقيقه ناس كثيره جدا اتكلمت على اللقطه دي وقالت لك انه طب وليه لا ما نفكرش. وانا شفت الطرح منطقي عشان كده بتكلم فيه، وده مش راي واحد ولا اتنين، ده الحقيقه يعني اراء كتيره جدا قابلتها امبارح. ليه ما نفكرش او ليه ما يفكرش القائمين على الكوره في مصر ان احنا نجيب خبره اجنبيه، حكم اجنبي محترم ليه سي في محترمه جدا ومشوار يتسم بالخبره والتجربه والنزاهه في نفس الوقت، لان احنا عارفين موضوع التحكيم ده شائك شويه، ويتولى هو المسؤوليه الفنيه لجنه الحكام. طب ما احنا معتمدين في 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 الكوره في مصر، يعني مثلا مستر فينجادا المستشار الفني للاتحاد ما هو راجل اجنبي، كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب ما هو راجل اجنبي، احنا ليه لجأنا للاجنبي؟ عشان ما لقيناش في العنصر المحلي القدره اللي تتناسب مع طموحاتنا واهدافنا وتطلعاتنا في المرحله، فلجأنا للخبره الاجنبيه تعوض غياب العنصر المصري. طب ليه ما نكررش التجربه في التحكيم ونجرب ونشوف؟ ما احنا جربنا مصريين كتير قوي، والسنه دي كنا متوقعين ومتوسمين خير جدا في منظومه التحكيم، ولكنه للاسف مقدمات الموسم بتقول انه يبدو ان مفيش تغيير. خليني اروح مع حضراتكم، وعلى كل الاحوال هنتناقش في حاجات كتيره جدا النهارده، منها بطوله كاس العرب، منها ماتش الجزائر، ومنها كمان ملف التحكيم. بس خليني اخد حضراتكم ونروح لاهم الاخبار والعناوين في السادسه النهارده. قياسات اوزان لاعبي الاهلي قبل الانتظام في التدريبات غدا. ديانج يعود للقاهرة اليوم استعدادا لتدريبات الأهلي. فيفا يوافق على مشاركة حمدي فتحي أمام الجزائر بعد التأكد من شفائه. تعديلات جديدة في تشكيل المنتخب أمام منتخب الجزائر. وصلاح ينضم إلى أساطير ليفربول في قائمة فريدة. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. اسمحوا لي الحقيقه اقف مع لقطه مهمه جدا النهارده، يمكن ناس كتير منكم يكونوا تابعوها على السوشيال ميديا، لكن قبل ما ادخل بس في تفاصيل اخبار ونروح للكوره والرياضه، وهي رياضه برضو الحقيقه، نقف مع احتفاليه النهارده قادرون باختلاف، ومع احمد ولد الحقيقه من ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصه اللي عبر عن
حبه وانتمائه للنادي الاهلي وما اتكسفش انه يطلب من اعلى راس في الدوله فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يكون لاعب من لاعبي السباحه في النادي الاهلي وطلب ده من الرئيس. والحقيقه يمكن كمان طبعا يعني الرئيس اهتم بطلبه ووعد بتنفيذه والاهلي ما تاخرش كالعاده طبعا، وكابتن محمود الخطيب بعت مباشره موافقه النادي الاهلي على قبول انضمام لاحمد لفرقه النادي الاهلي. تعالوا نشوف اللقطه ونرجع نتكلم عليها، انها الحقيقه لقطه مهمه جدا وفيها كتير من الرسائل عن اهتمام الدوله بذوي القدرات الخاصه او ذوي الهمم. نشوف اللقطه دي ونرجع لحضراتكم. بصراحه عندي امنيه وامنيه كبيره كمان. ايه بقى؟ أنا بصراحة أنا سباح ونفسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهلي. طب ما لازم لازم النادي الأهلي ياخدك دلوقتي يا أحمد. دلوقتي وإحنا قاعدين كده. خلاص أنت هتطلع من هنا على الميو على طول. لا وأحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقرأ كويس وعنده معلومات هايلة كمان ومستمع جيد لكل محطات الإذاعة مش كده؟ مظبوط. آه. وبتحب الجمبري ولا لا؟ خلي الموضوع تبعتين بقى. طيب يعني النادي الاهلي تلاقي دلوقتي كله فرحان انك انت تبقى عضو من اعضاء. طبعا. ايوه طبعا، عشان انا سباح وبطل جمهوريه برضه حضرتك. صحيح. ايوه صحيح طبعا طبعا. كابتن محمود الخطيب بعت ابروف ده على طول دلوقتي. بس خلاص. طيب طبعا حلم كبير جدا الاهلي ده زي ما قلت اسلوب حياه، وناس كتير جدا تحلم ان اسمها يرتبط باسم نادي الاهلي. اهتمام الرئيس الحقيقه من اول يوم تولى فيه المسؤوليه بذوي القدرات الخاصه ما اعتقدش يعني، وبعد مرور يعني فتره طويله جدا تقدر تقيم فيها شكل الاهتمام وحجم الاهتمام الكبير جدا اللي بتبديه الدوله تجاه الملف ده. مش فكرة تعاطف، لأنه في كتير من الناس ممكن تبص للموضوع على أنه مجرد تعاطف مع جزء هو جزء ونسيج من المجتمع المصري، لكن يوم بعد يوم بيثبت سيادة الرئيس ومن وراه مؤسسات الدولة كلها الحقيقة أنه الموضوع أكتر بكتير من مجرد تعاطف. الموضوع هو إيمان بداية بأنه الناس دي ليها حقوق أهدرت لفترات طويلة جدا وهمشوا لفترات طويلة جدا، وبالتالي إيمان بأنه حقوق الناس دي لابد أنها تروح لهم. الجزء الثاني هو ثقة الحقيقة، ثقة في أنه الجزء ده أو الشريحة ده دي من المجتمع عندها قوة إرادة غير طبيعية وعندهم رغبة وعندهم إصرار على أن هم يثبتوا ذاتهم على الرغم من أنه ممكن يكونوا بيعانوا بشكل من الأشكال، وفي مناسبات كتيرة جدا الحقيقة بيثبتوا دايما أن هم أهل للثقة دي، وبيثبتوا في مناسبات كتيرة جدا أنه الإعاقة الحقيقية عمرها أبدا ما كانت جسدية، وأن الإعاقة الحقيقية موجودة هنا. عمر الإعاقة الجسدية ما منعت الأبطال دول والنجوم دول في مختلف المجالات رياضة أو غير رياضة أن هم ما يحققوش نفسهم أو يثبتوا قدراتهم بشكل كبير. تحية لأبو حميد، وبالتأكيد طبعا هنتابعه وهنتابع أول ظهور ليه بكرة إن شاء الله الساعة 1 الظهر. كابتن محمود الخطيب هيستقبل أحمد إن شاء الله في النادي الأهلي. نروح لأخبارنا سريعا، وخليني أقول لكم كده أهم الأخبار. طبعا بكرة إن شاء الله الفرقة ترجع تتمرن مرة تانية، وبداية كده فرمان من مستر موسيماني، أول ما اللعيبة ترجع أول حاجة قياسات وزن عشان يطمن طبعا على أوزان اللاعبين في الفترة الأخيرة، وكمان هيبتدوا بكرة إن شاء الله العودة للمران مرة تانية. بكرة التمرين إن شاء الله هتكون الساعة 4. ديانج أطمنكم عليه، ديانج هيرجع القاهرة النهاردة إن شاء الله بعد ما استغل فترة التوقف دي عشان يعني يعمل حفل زفاف، وألف مبروك لأليو ديانج، وإن شاء الله بإذن الله هيرجع القاهرة بكرة ويكون موجود مع الفرقة في التمرين. نروح طبعا لمنتخب مصر، وقلت لكم انه احتمال كبير جدا انه شكل وتشكيل منتخب مصر قدام الجزائر يختلف. الاكيد انه حمدي فتحي هيشارك في التمرينه بتاعت بكره بشكل كامل بعد ما الفيفا وافقت على مشاركته، بعد ما بقى جاهز بنسبه 100%. الحمد لله اطمنا على حمدي فتحي، كان يمكن جاله ارتجاج بسيط في المخ في ماتش المنتخب الاول قدام لبنان، لكن الحقيقه حالته سليمه اطمنكم عليه، وحمدي غالبا هيشارك في مباراه الجزائر بشكل اساسي. وفي نفس الوقت كيروش يمكن بيجرب من دلوقتي عدد من طرق اللعب المختلفه، بيجرب كمان بعض اللاعبين، مؤكد انه هيجري تعديلات على مستوى التشكيل ده الاكيد، لكن طريقه اللعب هل هيتبع نفس الطريقه اللي لعب بيها ماتش لبنان وماتش السودان ولا يغير؟
ده كله يرتبط بقى بقرايته لقدرات ونقط القوة والضعف في منتخب الجزائر. ليفربول يمكن في مباراته الأخيرة حقق فوز مهم جدا على حساب وولفرهامبتون بنتيجة 1-0، ويمكن أوريجي هو اللي سجل طبعا الهدف في بلس 90 وبأسيست من طبعا النجم محمد صلاح النجم المصري. لكن خليني أقول لحضراتكم إنه المكسب ده مهم جدا بالنسبة لليفربول وصلاح، بالنسبة لليفربول لأنه تصدر مؤقتا جدول الترتيب في البريمير ليج، بالنسبة لصلاح بقى الجون او الاسيست اللي عمله محمد صلاح ده وصله انه يساهم في 150 هدف على مدار مشاركته مع ليفربول في البريمير ليج. الرقم ده يعني ايه؟ الرقم ده يعني انه سجل 108 هدف وعمل 42 اسيست، وده رقم يحطه في قائمه العظماء مع مين؟ مع روبي فاولر ومع ستيفن جيرارد اساطير ليفربول. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسه. من اصعب القرارات على اي جهاز فني انه يتولى مسؤوليه فريق في منتصف الموسم، وتزداد المهمة صعوبا إذا كان الفريق ده مطالب بإحراز أي بطولة وكل بطولة بياخدها. ده كان الموقف الحقيقة قبل ما يتولى مسؤولية تدريب النادي الأهلي مع مستر بيتسو موسيماني. كيفن جونسون المدرب أو مدرب فريق الأهلي السابق هو ضيفنا طبعا في السادسة على شاشة الأهلي. بداية بنرحب بيك جدا الحقيقة على شاشة النادي الأهلي، وبشكرك جدا على ظهورك معنا في السادسة. Good evening. مساء الخير للجميع في مصر، خصوصا جماهير النادي الأهلي، وأود أن ألقي التحية على لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير للجميع. مستر جونسون، خليني الأول أكلمك عن تجربتك اللي قضيتها مع النادي الأهلي، إزاي بتقيمها وكانت إيه هي أسباب أو أهم أسباب موافقتك على تولي مسؤولية النادي الأهلي تدريب الأهلي؟ في بداية الأمر المدة التي قضيتها مع الأهلي كانت مدة مهمة ومفيدة جدا لي. المدة التي قضيتها مع الأهلي بالتحديد كما سألت، فالأسباب هي التي دفعتني لأن أتقبل المهمة مع الأهلي. هو نادي القرن في أفريقيا، هو أفضل نادي في أفريقيا، هو كان شرف لي أن أنضم لهذه العائلة. وطوال المدة التي قضيتها في الأهلي كنت فخورا. والأسباب والسبب الرئيسي في البداية كان الكوتش بيتسو موسيماني حينما طلب مني أن أكون مدربا مساعدا له بعد فترة المرض التي انتشرت في جنوب أفريقيا. ولكن كان الأمر سعيدا بالغ السعادة أن أنضم لنادي القرن في أفريقيا. إزاي بتقيم التجربة دي وخصوصا أنكم توليتوا المسؤولية في فترة صعبة جدا، ورغم الظروف الصعبة اللي واجهتكم قدرتوا تحققوا عدد كبير جدا من البطولات والإنجازات مع النادي الأهلي؟ بالطبع، حينما تعمل في النادي الأهلي وتتفهم طبيعة الكرة المصرية، فأعتقد حينما تفعل ذلك ستكون الألقاب مضمونة. ولكن بالنسبة لي كان أكبر شيء لي في الأهلي هو تفهم الثقافة المصرية وثقافة الفريق. الفريق لديه أكثر من 110 سنة، أجيال مختلفة من اللاعبين الرائعين، بداية من رئيس النادي، هو شخص رائع جدا ولائع، واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، وهو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظري. فحينما تتكلم عنه ستتكلم عن أفضل رئيس نادي قابلته، وليس فقط كرئيس نادي الأهلي ولكن عموما. فكل هذه الأشياء ترسم لك وتوضح لك لماذا الأهلي هو فريق قوي، ولماذا هو أقوى فريق في أفريقيا، ولماذا الأهلي من أقوى الفرق العالم، ولماذا الأهلي لديه أكثر من 60 مليون مشجع في مصر. فهذا النادي، فتفهم ثقافة هذا النادي يجعلك ناجحا طوال الوقت. في بداية أو مع الإعلان عن اختياركم وجودكم لتولي مسؤولية النادي الأهلي، بعض الأصوات شككت في قدرتكم على نجاح في قيادة الفريق، بعض الأصوات اعترضت. وأعتقد أن النهاردة بعد تجربة استمرت لموسم وأكثر
وبالأرقام أثبتتم أنه تجربة ناجحة بكل المقاييس. أهم الأسباب اللي أدت لنجاح كيفن جونسون وبيتسو موسيماني مع النادي الأهلي في الموسم الأخير؟ أعتقد أن أول الأمر هو لماذا الأهلي، أن أفكر لماذا الأهلي هو نادي ناجح ولماذا الأهلي يفوز بالألقاب. يجب أن تتفهم ذلك أولا. ثقافة الأهلي وثقافة فريق العمل وثقافة رئيس النادي، هم يعرفون ويقدرون ثقافة الأهلي ويقدرون جميع فريق العمل داخل النادي الأهلي، كابتن سامي قمصان وكابتن سيد عبد الحفيظ ودكتور أحمد والجهاز الفني بقيادة كوتشي بوسيماني، ولكن أيضا هي ثقافة النادي الأهلي. يجب فكل من يعمل داخل النادي الأهلي لديه مهمة أن يثبت أن هذا النادي جدير بأن يكون قويا، والدوافع القوية لدى فريق العمل وجميع أجيال النادي تثبت ذلك. ولديك لاعبين كالشناوي وأيمن أشرف وعمرو السلية وأفشة كهربا حسين الشحات، كل هؤلاء اللاعبين يعرفون أن النادي الأهلي نادي كبير وعليهم مهمة إنجاح الفريق، وعليهم أن يفعلوا أفضل ما لديهم، وكل هذا بقيادة الكابتن بيبو وأيضا الكابتن سيد والكابتن سامي. يجب عليك أولا أن تتفهم الثقافة، فثقافة الأجيال في النادي الأهلي تعرف ذلك، ولاعبي الأهلي يعرفون ذلك أنهم يجب عليهم أن يكونوا الأفضل دوما. خضت عدد كبير من البطولات وأحرزت عدد كبير من الألقاب مع النادي الأهلي على كل مستويات المحلي والقاري والعالمي. أصعب بطولة حققها النادي الأهلي من وجهة نظر كيفن جونسون، وأهم لقب حققه النادي الأهلي من وجهة نظر كيفن جونسون؟ حسن، في وجهة نظري وبسبب العقلية وثقافة النادي الأهلي، فبالتالي كل البطولات مهمة. لا أستطيع أن أتذكر بطولة واحدة خيل إلينا أننا يمكن أن نخسرها أو أنها أقل أهمية، ولكن أكبر بطولة بالنسبة لي كانت دوري الأبطال بالطبع ضد النادي الزمالك، كان قبل أن أتولى بثلاث أسابيع، ولكن كان هذا الأمر هو بداية النجاح للحقبة الحالية مع النادي الأهلي. ولكن كل مباراة يلعبها النادي الأهلي هي مباراة كأس ومباراة لقب، ولا يوجد مباراة داخل النادي الأهلي حسب ثقافة النادي الأهلي ليست مهمة. قبل ما نشارك في نسخة جديدة من كأس العالم، خليني أسترجع معك ذكرياتك عن برونزية كأس العالم الأخيرة. بداية وانت رايح تشارك مع الأهلي في قطر في بطولة كأس العالم، هل كنت متوقع أنه الأهلي قادر على إحراز مركز أو ترتيب متقدم في البطولة؟ من واقع التجربة والخبرة التي كانت لدينا قبل كأس العالم، أن تلعب دور الأبطال وتفوز بدور الأبطال في فترة صعبة، وبالنظر للاعبين الرائعين الذين كانوا لدينا، فبالتالي تحدثنا أن النادي الأهلي أن الأهلي ليس في كأس العالم ليؤدي أداء مشرفا، ولكن الأهلي كان متواجدا ليحرز ميدالية، وهذا الأمر لم يحرز منذ عهد مانويل جوزيه مع النادي الأهلي، ولكن هذا الأمر كان تتويجا لهذا الجيل. هاخدك لمباراة بالميراس طبعا، وبالتأكيد احنا بنتكلم على فريق كبير على مستوى العالم، هو في النهاية بطل البرازيل وبطل الكوبا ليبرتادوريس، وبالتأكيد فريق ليه وزنه. ايه اللي اتقال منك ومن مستر بيتسو موسيماني للفريق قبل نزول الملعب ومواجهة بالميراس على الميدالية البرونزية؟ إذا استطعت أن أتذكر جيدا، فأعتقد أنه أدينا عملنا كالمعتاد، تكلمنا مع الفريق، وكوتشي بيتسو موسيماني هو محفز جيد جدا لأي فريق.
هو تحدث معهم وقال لهم أننا لسنا هنا لمجرد المشاركة. وبالفعل كابتن محمود الخطيب أتى إلينا وتكلم مع الفريق وقال لهم أن الجيل الحالي يستطيع أن يفعل ذلك، والأمر ليس فقط الأمر خاص بالمشاركة ولكن الأمر خاص بالمنافسة. نحن جئنا لنضيف لقب، وجئنا كفريق بثقافة الفوز وبثقافة المنافسة في كأس العالم. جئنا كفريق لنفوز بميدالية ونضيف للنادي الأهلي، فالأهلي كان في كأس العالم. بالفعل الأهلي شارك كثيرا في كأس العالم ولكن هذه المرة كانت مختلفة. قرعة كأس العالم للأندية الجديدة أوقعت الأهلي في مواجهة مونتري المكسيكي في بداية المشوار. إذا ما نجح في تجاوز الخطوة الأولى هيواجه بالميراس كلاكيت تاني مرة، ولكن المرة دي في الدور قبل النهائي. رأيك في فرص النادي الأهلي وقدرته على تحقيق نفس الإنجاز أو إنجاز أفضل طبعا في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية؟ حسنا، انظر من جهتي كشخص خارج الفريق الآن ولست مشاركا في الجهاز الفني، فأعتقد أن الأهلي لديه مجموعة لاعبين تبدو قوية جدا. ف80-90% من الفريق الآن يشارك مع منتخبهم، فبالتالي يعرفون جيدا ماذا يتطلب منهم تجاه كأس العالم، وليس لدي أي ذرة شك تجاه هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة. أعتقد أن لديهم خبرة كافية من كأس العالم الأخيرة أن ينافسوا في كأس العالم، وهذا هو رأيي. أعتقد أن الفريق لديه الكثير ولديه الأفضل من ذلك، ويستطيع أن وكما يؤدي الآن في الدوري وبالطبع يستطيع أن يؤدوا كذلك في كأس العالم ودوري أبطال أفريقيا. رأيك في انطلاقة بيرسي تاو نجم جنوب أفريقيا مع الأهلي من بداية الموسم لغاية اللحظة؟ انظر، أتمنى لبيرسي تاو المزيد من التقدم. حينما أنا قمت بالتدريب حينما كان في سان داونز وأتابعه، فهو لاعب رائع، فهو لم أعمل معه، كنت أتابعه منذ فترة سان داونز، ولكن هو لاعب رائع، وكل ما أستطيع أن أقول أن أتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي. هو بدأ بإحراز الأهداف وبدأ بالكثير من الجري، فأعتقد أنه قادر على الاستمرار في إسعاد الجماهير. والأمر كلاعب كرة يمر بصعوبات، ولكن سيتوج هذا بالنجاح كما فعلت مع الأهلي. في رأيك أنه يعني بعد تولي جهاز فني أفريقي تولي مسؤولية الجهاز الفني للنادي الأهلي، إزاي ده أثر على سمعة وشهرة النادي الأهلي بداية في جنوب أفريقيا وثانيا على مستوى القارة الأفريقية؟ نعم، هذا الأمر أثر إيجابيا كثيرا على سمعة المدرب الأفريقي. النجاح الذي أداه المدير الفني جعل من جميع المديرين الفنيين في أفريقيا لديهم الأمل ولديهم الفرصة، وجعل المدير الفني آمال أكبر أن يكون لديهم خطوة وأكبر من الأهلي. الأهلي هي أكبر خطوة في أفريقيا ولكن أيضا لينافس حول العالم وفي أوروبا. كيفن جونسون، خليني أسألك بعيدا عن النادي الأهلي، يهمني أسألك طبعا على بطولة كأس العالم والمرحلة الأخيرة من التصفيات. من وجهة نظرك يعني أقوى أو أهم خمس منتخبات قادرين على تمثيل القارة الأفريقية من وجهة نظرك في بطولة كأس العالم؟ الأمر سيكون هناك الكثير من الفرق التي ستؤدي جيدا في من وجهة نظري. بلجيكا فريق قوي جدا، فرنسا أيضا، وأنا أشاهد التصفيات الآن فأرى أن إيطاليا لديها فرصة، ليست فرصة كبيرة ولكن إيطاليا تظل
تظل الفريق الذي تود أن تشاهده؟ طيب أنا سؤالي تحديدا على القارة الأفريقية، يعني بسألك مين الخمس فرق أفريقية أو منتخبات أفريقية الأقدر بأن هم يمثلوا القارة في بطولة كأس العالم اللي جاية؟ حسنا، أنت الآن أنا أسأت فهم السؤال. لدينا غانا ولدينا مصر وأيضا مالي. مالي منتخب قوي جدا جدا، وأعتقد لا أعلم الكثير حول موقف منتخب نيجيريا، ولكن أنا أحب مالي جدا، وأعتقد أن مصر وغانا من أقوى المرشحين. مستر كيفن جونسون المدرب السابق للنادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا في السادسة، كل التوفيق ليك في مشوارك، ونتمنى نشوفك طبعا الأهلي بقى بيتك بالتأكيد، كل حد انتمى وكل حد ساهم في العطاء للنادي الأهلي بالتأكيد بقى واحد من أسرته، نتمنى نشوفك قريب جدا في مصر. كلام كتير بقى ياخدنا الحقيقة للكلام على منتخب مصر، ويتكلم كمان طبعا على، بما أننا فتحت الموضوع مع كيفن جونسون، هيكون نجمنا في السادسة كابتن محمود صالح ضيف علينا، بس بعد فاصل سريع نرجع نفتح ملف المنتخب وملف عودة الأهلي للتدريبات والاستعداد لما هو قادم، وأهم طبعا مشوارنا في سوبر إفريقيا وكأس العالم للأندية في السادسة بعد الفاصل. كلام كتير الحقيقه بعد فوز امبارح على السودان وبعد ضمان الوصول للمرحله اللي جايه، مش عارفين طبعا نتيجه مباراه الجزائر يتحدد على اساسها طبعا مصر هتواجه مين. كلام كتير جدا عن قواعد اللعب النظيف وانها ممكن تكون حاسمه لتاهل فريق في الصداره على حساب منتخب تاني. فرق الاهداف ممكن بالتاكيد طبعا لو المباراه انتهت بفوز احد الفريقين يبقى صداره المجموعه، ويتفادى المتصدر مواجهه المغرب اللي هتتصدر المجموعه الثالثه. على كل الاحوال الحقيقه هنتكلم على مشوار منتخب مصر في بطوله، هنتكلم على مباراه الجزائر في منتهى الاهميه، والاهلي مش غايب بما ان احنا خلاص هنرجع مره ثانيه نتابع نجومنا ونتابع تدريباتنا ابتداء من بكره. بالتاكيد طبعا اخبار ومتابعه استعدادات الاهلي سواء لسوبر افريقيا امام رجاء كازابلانكا او مواجهه مونتري، المواجهه او المحطه الاولى في مشوارنا في كاس عالم الانديه، هتكون حاضره النهارده من خلال لقائنا بواحد من نجوم النادي الاهلي كابتن محمود صالح، بيشرفنا في السادسه. مساء الخير كابتن محمود. مساء الخير الزحمه، نور الدنيا. الله يخليك، وحشنا بقى لك كتير ما شرفتناش. تحت امرك. اهلا وسهلا بيك كابتن محمود. بدايه خليني اخد تقييمك سريعا لمشاركه مصر سواء في مباراه لبنان الاولى او في مباراه السودان الثانيه في كاس العرب، ازاي شفت اداء المنتخب وشكله؟ طبعا المباراه الاولى لبنان احنا كنا بعيد يعني بشكل كبير. كنت غير راضي ولا راضي؟ لا طبعا غير راضي. كنت غير راضي طبعا. طبعا يعني على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي الاداء كان اقل من مستويات اللاعبين بتاعتنا. مباراه السودان اعتقد يعني اللعيبه اخذتها انه يحترم، مهم جدا الفريق واللاعب يحترم المنافس بتاعه عشان يقدر يؤدي بشكل كويس ويقدر يحقق يعني الهدف من المباراه. المباراه الثانيه بتاعت السودان الحمد لله سكور كويس 5-0، الأداء بشكل عام بشكل كويس جيد، أداء مقبول، وإن كان برضو نحتاج مستوى أعلى من كده. احنا داخلين على المباراة الفيصل بقى في تحديد كأس العالم، الدول المؤهلة لكأس العالم هتبقى يعني موقع صعبة جدا. احنا مصنفين تصنيف تاني، بس احنا ترتيبنا السادس على فكره على المستوى الافريقي، سابقنا الخمس فرق دول اللي هو السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا. مظبوط، هنقابل احدى الفرق دول، عندنا فرصه كبيره يعني اعتقد. يعني تفضل نقابل مين من الفرق دي؟ نيجيريا. نيجيريا الخامس على فكره في التصنيف، نيجيريا لعبناها على طول. الفرق لو يعني لو كنا لعبنا الماتشات في الفتره بتاعت كابتن حسام بدري، ماتشات في الاجنده الدوليه كان ممكن طبعًا نقرب، او يعني ممكن. ولو كنا كسبنا الماتشات بتاعت تصفيات برضو دور المجموعات كان ممكن شويه نقرب ونخش خامس، بس يعني قدر الله ما شاء فعل زي ما بيقول. بس طبعا كانت هتدينا فرصه اكبر، مفيش شك. مفيش شك، ولو ان الحقيقه انا بشوف برضو ان منتخبات التصنيف الثاني يعني مش قليله، يعني انت بتتكلم على غانا وبتتكلم على مالي. على فكره مالي منتخب محترم جدا كويس جدا جدا الحقيقه. قدم كره قويه جدا، فبشوف ان هم منتخبات مش 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 برضه مش سهله. بس برضه التصنيف الاول يعني الى حد ما برضه في تفوق يعني في المستوى. طيب انا هاجي طبعا لكاس العالم، بس خليني اشوف ايه الفوارق اللي لاحظتها ما بين مباراه لبنان وما بين مباراه، يعني ايه الاسباب اللي ادت للتباين في المستوى
في المباراتين لبنان والسودان؟ هو اهم حاجه الفرص بشكل اكبر، وبالتالي التركيز في انهاء الهجمه دي خلت فيه السكور عالي يعني. دي اعتقد دي اهم النقط الايجابيه الموجوده. مش التغييرات او مش اللعيبه، انت تقريبا غيرت نص الفرقه، يعني لعبوا ماتش لبنان نصهم ريحوا في ماتش السودان. هل العناصر اللي دخلت، هل رغبتهم في اثبات ذاتهم، هل طريقه اللعب، هل ضعف مستوى المنافس او تراجع مستوى المنتخب السوداني وطرد اثنين لعيبه، هي دي الاسباب اللي ادت، ولا في حاجه عند كيروش خلتنا نظهر بالشكل ده؟ هو بالنسبه لمستويات اللعيبه، انت بتتعامل مع يعني منتخبات دايما المجال بتاع الاختيار واسع، وبتختار من كل الانديه، فبتبقى دايما المستويات متقاربه ما بين اساسي وبعدين بديل، الا بقى لو في طفرات في المستوى، بعض ظاهره اللاعبين اللي هو بيبقى ظاهره مثلا في فتره من الفترات، انما معظم اللاعبين اغلبهم نقول 80-90% سواء الاساسي او البديل اللي بيلعبوا في مركز واحد، هو في الغالب بيبقى تقريبا المستوى متقارب جدا. فكونك انك بتغير يعني اعتقد دي مش هتفرق كتير في الاداء بشكل عام. مين لفت نظرك من اللعيبه في مشاركه مصر الاولى في الماتشين؟ مين اللي حسيت انه قدم مستوى، خصوصا ان في لعيبه بتظهر لاول مره؟ يعني انا للاسف انا مباراه السودان ما شفتهاش للاسف. للاسف يعني حقيقه مباراه السودان يمكن عشان بس تألق عدد من الاسماء. احمد رفعت، عمر كمال. احمد رفعت لعيب كويس، انا اعرفه من فترات طويله، كنا ضربناه في امدي يمكن من 10 سنوات، وكنت بعتقد هو المفروض كان يكون في مكانه افضل من كده، بس هو ممكن يكون متكاسل شويه. انما هو كان امكانياته عاليه جدا، لو واخد الامور بجديه اكتر من كده كان يبقى دور ليه دور في المنتخبات على المستوى يعني الدولي، كان هيبقى دوره افضل من كده. انا مبسوط له الحقيقه، واحنا قلنا انه الولد من زمان الحقيقه، من ايام كابتن حساب قلنا انه يستحق هو بالزبط. احمد عبد القادر ان هم ياخدوا فرصه. احمد عبد القادر انا شايفه من احسن اللاعبين في مصر الحقيقه يعني. واعتقد الفتره اللي جايه هيبقى ليه دور كبير قوي، سواء على مستوى النادي الاهلي او على مستوى منتخب مصر. مع فكره يعني التعامل مع بطوله كاس العرب على انها بطوله، وبما ان منتخب مصر بيشارك فيها يبقى لازم نلعب او نسعى لتحقيق اللقب، ولا مع فكره انه لا دي بطوله يعني شرفيه، او يعني بطوله ما هياش باهميه بطوله كاس امم افريقيا او كاس عالم، وبالتالي فرصه للراجل ان هو يفكر يجرب يعني يطمن يقيم عناصر، مع اي وجهه نظر؟ هو طبعا كل مباراه او كل بطوله بتشترك فيها او كل مباراه وديه بتلعبها مع منافس، اكيد بتبقى انت كجهاز فني بتبقى حاطط الهدف بتاعك، وعلى هذا الاساس بتبتدي ترسم شغلك سواء في اعداد اللاعبين او اختيار العناصر هتشارك في المباريات. فهي الهدف هو دايما هو اللي بيحدد لك شكل الاداء وشكل اللاعبين اللي هتختارهم. البطوله العربيه انا شايفها لا بالعكس، دي في وقت حساس جدا، واعتقد اكيد الجهاز الفني هي فتره اعداد لمباريات التاهيل لكاس العالم، فهي لازم تتاخد بمنتهى الجديه. وانا كنت اتمنى ان يبقى في تركيز على العناصر الرئيسيه اللي هو شايفها يقدر، هيبقى هم العناصر اللي هيقدر يحتاجها في المباراه التاهيليه لكاس العالم. متوقع المباراه يعني مش عايز تغيير كتير، انا متخيل اكيد هيحصل تغيير كتير. انا يعني انا يعني لو في اجهاد طبعا، ما انت احيانا بتبقى مضطر، في بعض اللاعبين بيلعبوا بشكل اساسي عندهم ضغوط مباريات كتيره، مستوى المباريات اللي اشتركوا فيها فترات متقاربه، انت بقى بتحسبها بقى هل في اجهاد ما فيش اجهاد. انما في النهايه لو في لعيب انت شايفه ان هو عنصر اساسي عندك وقادر انه يلعب وفي فورمه رياضيه كويسه ويقدر يلعب 90 دقيقه، انا اعتقد الافضل في التوقيت ده انه يلعب يعني بشكل اساسي. انا هسالك سؤال في ماجي لحته كاس العالم دي، عن اللعيبه الامثل من وجهه نظرك اللي تتمنى ان هم يبقوا في اعلى مستوياتهم عشان يخوضوا المواجهه الصعبه. بس خليني اقول لك، 7 ماتشات لعبهم المنتخب مع كيروش، هل كمدير فني ابتديت تقرا اسلوبه طريقته واخدنا ورايح فين زي ما بيقولوا، ولا لسه ما ظهرتش قدرات ومعالم كيروش مع منتخب مصر؟ لعبت معاه بدايه من ليبيا رايح جاي، انجولا، الجابون، مباراه وديه، وماتشين في بطوله العرب لبنان والسودان. فكر المدرب ومستواه الفني الحقيقه عشان يتطبق بشكل كويس محتاج لعيبه على مستوى عالي، فورمه رياضيه كويسه، عناصر في تنافس داخل الفريق مع اللعيبه وبعضها، بحيث كل واحد بيسعى دايما بيجتهد ان هو يبقى ليه دور في المنتخب. يعني في ظروف كتير جدا لازم تكون متوفره عشان العناصر ديت فعلا تنفذ فكر المدرب. يمكن انا بتكلم على الجيل ده، والجيل ده ممكن يكون في اجيال سابقه كان سهل جدا، كابتن حسن شحاته مثلا كان معاه جيل عظيم الحقيقه. يعني لو ذكرنا كل الاسماء على مستوى عالي كان دايما
تفكيره اللي بيخطط له بيقدر يطبقه على الأرض الواقع. أنا بعتقد كروش معذور بعض الشيء، فدي يمكن أخذت منه وقت في تجربة بعض اللاعبين، بعض يعني المراكز، يعني لاعبين جدد. جيل 2010 أجمد من الجيل اللي موجود حاليا في الكرة المصرية. لا يعني نظر كابتن محمود. موجود نظر يعني الغالبية طبعا مفيش شك. أيوه. مفيش شك. فيمكن دي بتاخد بعض الوقت يعني، حتى ممكن يكون في عناصر بعيدة زي ما حضرتك قلت وعناصر جديدة بتشترك لأول مرة، هيقدر يكتشفهم يديهم ثقة يقدروا فعلا مع مرور الوقت القصير ده يقدر اللاعب ممكن يثبت وجوده فترة قصيرة ويبقى ينتقل من لاعب بديل للاعب أساسي وليه دور كبير مع المنتخب. كل المنتخبات اللي قابلها مستر كيروش من أول ما تولى مسؤولية لغاية امبارح منتخبات مستواها الفني يمكن يكون أقل بكتير منتخب من منتخب مصر، يعني ليبيا، أنجولا، الجابون، لبنان، السودان، ما أقدرش أحطهم في نفس الرانك أو في نفس التصنيف بتاع المنتخب المصري، وبالتالي هي لقاءات نوعاً ما سهلة. الاختبار الحقيقي ممكن يبان مع المباراة اللي جاية، ماتش الجزائر ده أول اختبار حقيقي يتحط فيه مستر كارلوس كيروش. شايف الراجل هيواجه الجزائر ازاي وايه الطريقه الامثل وايه التشكيل الافضل من وجهه نظر كابتن محمود؟ لا صعب حد التشكيل، بس الجزائر برضو عندها عناصر محترفه ناقصه، اعتقد 5 عناصر 6 عناصر ناقصين برضو، ممكن مش لاعب واحد، لاعب واحد ممكن ما ياثرش على الفريق، انما 5 6 لاعبين عناصر اساسيه اكيد هتاثر على المستوى بشكل عام. انما في حد ذاته هي مباراه من ناحيه الضغوط النفسيه والحماس، اعتقد هيبقى ليها اختبار قوي وفيها استفاده كبيره يعني. قد يكون المستوى الفني اقل نسبيا للفريق الجزائر الا لو كان العناصر متوفره والعناصر الاساسيه موجوده، انما ضغوط المباراه والضغط الجماهيري والمسؤوليه وتحمل المسؤوليه اعتقد بيمثل عبء كبير على المنتخب. الكفتين متعادلتين تقريبا، احنا في برضه العناصر، بعض العناصر غايبه برضه، عناصر ممكن تاثر بشكل كبير عندنا، الظروف متشابهه، المستوى اعتقد والتاريخ متشابه، فعلى الاقل في الفتره القريبه ديت اعتقد هتبقى يعني انا شايف هتبقى بطوله او فاينل مبكر او بطوله مبكره. مش شايف المنتخب المصري يقدر يوصل لفين في بطوله كاس العرب؟ لا المفروض نوصل للفاينل ان شاء الله، المفروض نوصل للفاينل وننافس ونقدر نحصل عليها ان شاء الله. طيب احنا برضو يمكن سالنا الناس، يعني طبعا انا ما حسيتش ان يعني جمهور الكره في مصر فرح باي مباراه للمنتخب في الفتره الاخيره زي ما فرح امبارح، الناس كانت مبسوطه الحقيقه وكانت راضيه عن الاداء، ودايما ما كانتش النتائج اللي بتزعلنا، يعني هو المنتخب الحقيقه سواء مع كابتن حسام او مع مستر كيروش ما اخفق، ما تقدرش تقول انه اخفق على مستوى النتائج، لكن دايما هو الاداء اللي كان بالظبط يعني كان بيزعل الناس. امبارح الناس كانت راضيه جدا ومبسوطه جدا، فاحنا سالناهم وقلنا لهم ايه رايكم في مباراه السودان؟ ومستنيين ايه كمان في ماتش الجزائر والاختبار الاهم والاصعب للمنتخب؟ تعال نشوف الناس قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمود صالح ضيفنا النهارده في السادسه. طبعا فوز 5-0 ده حاجه جميله جدا، بس برضه لازم نقف عند حاجه، ال 5-0 ده على فريق زي السودان المفروض ما ينسيناش النقاط الضعف والاخطاء، لان هنقابل الجزائر، هنقابل الجزائر، الجزائر دي تصنيفها قبلنا بكتير يعني، هي والمغرب والدول، فمفروض يعني رغم ان احنا فوزنا 5-0 المفروض نقف نشوف ايه الثغرات وايه نقاط الضعف، وطبعا ما فيش فريق يخلو من هذا يعني، لان احنا هنقابل الجزائر، الجزائر ده يعني بصراحه يعني فريق قوي جدا، فان شاء الله ربنا يوفق يعني، انما طبعا حاجه جميله فوز 5-0 ولعب جميل واستمتعنا الحقيقه يعني. الماتش كان كويس جدا الحمد لله، نتيجه مشرفه جدا وان شاء الله متفائل للماتش اللي جاي. مصر والجزائر حاسس ان الماتش بصراحه هيبقى ماتش صعب، بالذات ان الجزائر منتخب تقيل، بس لا ان شاء الله ربنا يوفقنا يعني، وحاسس ان احنا نقدر نعمل حاجه يعني ان شاء الله. خير خاضعه للتوقعات، لان فرقتين هيلعبوا كوره، والجزائر فرقه قويه عنيفه لكن احنا قدها وان شاء الله، وفي صولات وجولات بيننا وبينهم، ما ينسوش طبعا ماتش مصر اقصت الجزائر ورحنا بدلهم كاس العالم، فهم مش هينسوا. فريق الجزائر هيختلف تماما عن فريق السودان في قوته في مهارته، فلازم ننزل بقوه ضاربه من اول الشوط من اول الماتش، ما يتكاسلش او يخليهم
لغايه لما الفريق يعني يتعب وبعدين ينزله. مفروض من اول الماتش ينزلوا عشان يقدروا يحققوا اهداف في الشوط الاولاني يريحهم في الشوط الثاني. واتمنى طبعا للفريق المصري من كل قلبي التوفيق، وان شاء الله ان شاء الله المكسب المكسب الطيب الجميل باذن الله. ان شاء الله كسبانين ان شاء الله، فوز اكيد ان شاء الله. هو طبعا انا بتمنى طبعا مصر تكسب، وانا عارفه ان التيم بتاعنا رائع، بس برضو بخاف من الجزائر. يعني نكسب، احنا كويسين قوي، بس يعني ما فيش حاجه تخوفنا، يعني باذن الله كسبانين ان شاء الله. باذن الله هنكسب ان شاء الله. احنا بينا وبينهم دايما طار، ومش طار عدوان يعني ولا حاجه، بس ان شاء الله احنا دايما بنعمل معاهم ماتشات كويسه. لعبنا مباراه وجاي مفتوح قدام السودان، ومن اللحظه الاولى بدا المنتخب يعني مكشر عن انيابه زي ما بيقولوا، ولعبنا مباراه مفتوحه ومباراه هجوميه، وده الحقيقه يمكن اترجم في السكور الكبير اللي حققه المنتخب مصر. هل تتوقع ان مستر كيروش هيلعب بنفس الطريقه، هيلعب جيم مفتوح؟ وهل متوقع انه الجيم بتاع الجزائر يلعبه منتخب مصر بشكل هجومي؟ ما فيش شك، انت لما تيجي تحط تخطيط لاي مباراه في نقطتين. اتفرجت على الجزائر كابتن محمود في البطوله؟ لا لا ما شفتهاش. معلش انا بتاسف. لا خالص ساعات الدوري الانجليزي شغال. أيوه ساعات أيوه يعني أيوه بتبقى ايوه بيبقى في صعوبه، وهي لسه برضه ما سخنتش قوي يعني. يعني الناس برضه في ناس كتير بتفاجئ ماتشات منتخب مصر، بس يبتدي مع الادوار اللي جايه كمان هيبدا تبدا البطوله تسخن يعني. المباراه هتقل وتبقى اكثر تركيز، تبقى اقوى. بالظبط. حاجتين طبعا بيمثلوا خطه المباراه والتشكيل اللي انت اي مدير فني بيحطه، مستوى فريقك، او في عنصر ثالث كمان، مستوى فريقك ومستوى المنافس. والهدف اللي انت حاطه، تلعب على طول، على فوز، على تعادل، مباراه عوده ولا مباراه ذهاب في احدى يعني بتختلف حسب ظروف المباراه وايه المطلوب من المباراه كنتيجه ومستوى فريقك ومستوى المنافس. وبتبتدي انت طبعا بتحط تشكيلك وبتحط اسلوب وطريقه اللعب اللي انت بتادي بيها. قد يكون السودان مع المستوى المتوسط، المستوى الفني بتاعه متوسط، اكيد هتعمل مباراه ناحيه هجوميه مفتوحه، ممكن عندك فرصه برضه تشوف عناصر جديده. انما مع الجزائر وضع مختلف طبعا، هتحط افضل تشكيل ولازم يكون في توازن بين النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه، فليها طبعا تشكيل. هي مباراه صعبه زي ما الجمهور قال، كل الناس توقعت ان دي تكون اصعب مواجهه لمنتخب مصر على مدار البطوله، حتى قبل ما نوصل للادوار الثمانيه والاربعه وان شاء الله نوصل للنهايه. لكن الاكيد انه كلا الفرقتين ما اعتقدش ان هم هيبقوا راضيين بالتعادل لاسباب كتيره جدا، يعني بيتهيألي انه كل فريق من منتخب مصر ومنتخب الجزائر عنده رغبه كبيره جدا لاسباب فنيه، عدم مواجهه المغرب في الدور اللي بعده، والمغرب مقدمه عروض قويه جدا ومنتخب من افضل المنتخبات المشاركه، وفي نفس الوقت كمان حساسيه اللقاءات بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر هتخلي كل فريق عنده رغبه في اثبات ان هو الاقدر والافضل. سريعا جدا، هل تقيس قدره المنتخبات على سواء تونس او المغرب او الجزائر بما ان هم منافسين محتملين في تصفيات كاس العالم، ولا اللي بنشوفه في كاس العرب شيء وكاس العالم شيء تاني خالص؟ هسمع اجابه حضرتك بس بعد الفاصل. قبل ما اسيب فرصه وادي فرصه للكابتن محمود صالح انه يجاوب على سؤالي المرتبط بالمقارنه بين كاس العالم وكاس العرب، خليني بس افكر حضراتكم باختياراتكم، وطبعا نسمع راي كابتن محمود طبعا ضيفنا في السادسه، اختياراتكم لافضل ثلاث لاعبين في مباراه سموحه، اخر مباراه لعبها النادي الاهلي في بطوله الدوري في المقدمه وباكتساح الحقيقه، يعني تقدر تقول كده بشبه اجماع الاراء كان بيرسي تاو نجم الاهلي المتالق من بدايه الموسم وهداف الدوري حتى اللحظه، بيرسي تاو اضاف لرصيده ثلاث نقاط. في المركز الثاني كان نجم الاهلي برضو الحقيقه اللي نتمنى انه يفضل بيأدي بنفس المستوى، حسين الشحات. وفي المركز الثالث بعد منافسه قويه جدا الحقيقه مع احمد عبد القادر، قدر حمدي فتحي وهو واحد من نجوم الموسم ده انه ياخد المركز الثالث ويضيف لرصيده نقطه. بكده نشوف مع حضراتكم جدول الترتيب العام بعد انطلاقه الموسم، بنتكلم على ست ماتشات في الدوري على ما كامله، وبنتكلم على مواجهتين مع بطل النيجر في دوري الابطال. ثمان ماتشات بالكامل لعبهم اكرم توفيق، يتصدر الجدول برصيد 12 نقطه. في المركز الثاني سبع مشاركات لحمدي فتحي وعنده في رصيده تسع نقاط. بيرسي تاو بينفرد بالمركز الثالث برصيد سبع نقاط من ست مباريات شارك فيهم، هو ما شاركش طبعا في ماتشات افريقيا. وعلي معلول بسبع مشاركات في المركز الرابع برصيد خمس نقاط. وبعد كده
كهربا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، عمرو السولية أليو ديانج خامس مكرر بثلاث نقاط، محمد مجدي قفشة بنقطتين، حسين الشحات بنقطتين، والشناوي وعلي لطفي كل واحد في رصيده نقطة. رأيك بداية في اختيارات الجمهور لأفضل ثلاث لاعبين في مباراة سموحة، بيرسي تاو، حسين الشحات وحمدي فتحي؟ يعني شيء منطقي. 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 هو أحيانا حتى الجمهور يقدر لما يكون في تفوق واضح يعني من بعض اللاعبين اعتقد بتبقى سهله، في مباراة بتبقى بتاخد بقى وقت او تاخد صعوبه للتقييم محتاجه تركيز شويه في التقييم. ايوه عايز اخد راي حضرتك في مقارنه كده لفتت نظري جدا في ما يتعلق بافضل لاعبي الاهلي الموسم ده والموسم الاخير. اللي بيتصدر القائمه دلوقتي في الموسم الجديد، احنا لسه في بدايه الموسم بس عندنا اكرم توفيق رقم واحد كافضل لاعبي الاهلي، دي اختيارات جمهور كلها احنا مالناش علاقه بيها. وراه على طول حمدي فتحي، وراهم بيرسي تاو، وراهم علي معلول. الموسم الاخير احنا ختمنا الموسم باربع اسماء مختلفه تماما. في الترتيب الاول كان اليو ديانج، ورا منه على طول كان محمد مجدي قفشه، وراه محمد شريف، وراهم الشناوي. دول كانوا ترتيب افضل اربع لاعبين في الموسم الاخير للاهلي، ودول ترتيب افضل اربع لاعبين حتى اللحظه في الموسم الحالي. هو في ملاحظه، اتفضل. يعني اكرم توفيق في مركزه الجديد جديد عليه هذا الموسم. على فكره اكرم السنه اللي فاتت ابتدى الموسم بره القائمه، فنش الموسم خامس ورا الاربعه الكبار، يعني عمل طلعه وانطلاقه ريمونتادا، طفره رهيبه في المستوى. جدا جدا، ودي حاجه جيده طبعا. جدا اكرم توفيق محافظ بقى يعني في مركزه الجديد قدر يثبت نفسه، فدي جديده على يعني خارج يعني مش متشابهه مع الموسم الماضي. تمام. وعلي معلول كان فترات طويله كان مصاب الحقيقه برضه. أيوة. برضه خارج. بيرسي تاو لاعب جديد الموسم دوت، طبعا بعيد طبعا عن التقييم الموسم الماضي. هو ما فيش غير حمدي فتحي هو اللي كان متواجد. رايك في اداء هو بس دي ليها ميزه برضه. ايوه يا كده هيبقى التنافس زايد قوي جوه الفرقه. ايوه تمام. يعني مع محمد هاني في بدايه المشوار. لا لما تخش عناصر جديده في التقييم كافضل لاعبين عن الموسم، طبعا لسه باقي فتره طويله من الموسم، بس بتدي مؤشر ان المستوى هيزيد مش هيقل. تمام. رايك اسمع بس قبل ما اسالك على 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 حته المتعه والاداء والكوره بتاعه النادي الاهلي، رايك في الموسم ده وايه اللي مختلف عن الموسم اللي فات من وجهه نظرك؟ هو نفس النقطه اللي اتكلمنا فيها. أيوة. التنافس هيبقى قوي جدا، عناصر جديده جت واثبتت وجودها، قلنا مثلا اكرم توفيق، وفي عناصر برضو تانية، احمد عبد القادر مثلا هينافس بقوه انه يدخل بشكل اساسي. دي حاجه كويسه انا شايفها دي، واعتقد دي اللي كانت بتميز الفترات اللي كان النادي الاهلي بيحقق فيها بطولات على مستوى عالي على المستوى المحلي والمستوى الافريقي، كان هنا المستويات. لو رجعنا سنوات طويله ورا كان في فتره كان موجود الكابتن المرحوم الكابتن ثابت وكابتن اكرامي وكابتن شوبير، كان ما تعرفش مين اللي هيبدا المباراه. يعني وكذلك في معظم كل هو اي فريق بيلعب على بطوله لازم يبقى كده يا كابتن محمود، عنده واحد واثنين وثلاثه متقاربين. متقاربين. يمكن يعني نتمنى ان برضو علي لطفي واحمد شوبير ومصطفى شوبير برضو يكونوا متواجدين، يقربوا شويه، وان شاء الله يعني نتمنى يعني ياخدوا فرصه المباريات الوديه وهم برضو يبقى عندهم حماس. مين بيمتعك كوره في الاهلي يا كابتن محمود حاليا؟ في محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه بمناسبه دوره مهم، متحس بالخطوره او من يستلم الكوره. ايوه. لا انا بتكلم على انه يمكن في السنين الاخيره، ومش بتكلم على الاهلي الحقيقه، بتكلم على الكوره في مصر عموما، يعني الموهبه بقت عمله نادره شويه. قلت شويه. هي يعني تيجي بالصدفه يعني دايما كده في فترات، بس عمرنا ما كان يعني انا بشوف انه النهارده في مصر ميزانيات الانديه واسعار اللعيبه بقت فلكيه. على مستوى البنيه التحتيه بقى في ملاعب كويسه جدا في كل حته في مصر. على مستوى التواصل احنا في عصر تكنولوجيا المعلومات، كان المفترض انه قدراتنا على اكتشاف المواهب تبقى اكبر بكتير جدا من الزمن. يعني ايوه بس ده انت لازم بيبقى في نقط مهمه، لازم التقييم اللاعبين يكون على مستوى علمي مظبوط، القائمين على التقييم يكون مستواهم الفني عالي. العمليه اللي بيسيطر عليها وكلاء اللاعبين. مش عايز اقول كلمه ثانيه يعني كلمه مرادفه مش عايز اقول سماسره، انا برضو بديهم يعني لقب كويس. وكلاء اللاعبين دون المستوى، الاختيارات ما بتتمش بشكل موضوعي بشكل علمي، برضو اقول تاني
لان انت في فرق جابت 27 لاعب جديد، اتحدى ان هم قيمهم صح، واتحدى المدرب يعرف حتى اسامي ال 27 لاعب دول كلها بتتم بين وكلاء اللاعبين وممكن الاداره في الانديه. يعني انا انما زمان ما كانش كده، زمان كان في استقرار للعيب، بيدخل النادي بيعتزل في 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 النادي بتاعه. ما هو ممكن يتقال لحضرتك ما هو ده الاحتراف. ايوه بس مش لا يدار بشكل علمي. كلها عشوائيات فمش هجيب نتيجه. يعني انت بتحط عنوان حلو جميل جدا، انما ما بتيجي تطبق الشغل اللي المفروض فعلا يتماشى مع ظروف والامكانيات الموجوده، لا هي دي مش موجوده. طب ما انا برضو ممكن اقول لحضرتك، انت ليه بتكلمني على قمه الهرم؟ كلمني اول على القاعده. كلمني اول على اختيار المواهب او القطاعات الناشئين او اكاديميات الكوره او الناس اللي بتختار. احنا زمان كنا بنشوف، بسمع يعني انه كان في كشافين بينزلوا يتفرجوا على البطولات اللي في المناطق الشعبيه، بينزلوا يلفوا في القرى وفي النجوع ويطلعوا المواهب ويجيبوها الانديه. بتهيألي المهمه الفتره دي بقت اسهل، ومن مصلحه الانديه ومصلحه الكوره في مصر انك انت تطلع مواهب على الاقل تهدي شويه. على فكره في كتير من الجمهور شايف انه اسعار اللعيبه في مصر بقت فلكيه وما ولا يقابلها على مستوى المنتخب فيها. يعني مبالغ فيها ولا يقابلها على مستوى المنتخب انجازات تقول ان الكوره في مصر تستاهل الارقام دي. لا طبعا، ما بص حضرتك، لازم ينجح يعني في مهنه، اي مهنه لازم بيكون بيحب المهنه دي وبيخلص لها ويكون عنده اخلاق وضمير. انا شايف النقطه ديت قال كتير الفترة. يعني معناها انه الناس اللي شغاله في الموضوع ده ما بتحبش المهنه ولا مخلصه ليها ولا لا سبوبه اكل عيش بتدخله دخل كويس. لا هي سبوبه اكل عيش وبتدخله دخل كويس. مش بتكلم عن انا بتكلم انا اتجاهي دايما في اللي مسيطر على موضوع اللاعبين هي وكلاء اللاعبين. ايوه تمام. فهي دي النقطه. زمان يعني احنا ما كنا صغيرين فترات طويله، طبعا ارجع سنين طويله، يعني على سبيل انا كنت بلعب بتدرب مثلا في مركز شباب الجزيره وسنوات طويله يعني وانا صغير وبتاع. المهم يعني اللي دربونا مثلا كان الكابتن محمد عثمان، الكابتن فوزي الصاوي، الكابتن عوض، الكابتن فتحي عماشه، كل دول كانوا بيحبوا المهنه جدا وما بيدورش على يعني دخل مادي او حاجه. لا وانت كنت بتدور على ايه يا كابتن محمود؟ انا عايز العب، عندي امل، عندي طموح ان انا العب كوره. ايوه بس انا كنت متخوف، كنت دايما بقيم نفسي اقل شويه. يعني انا كنت اروح مباراه الناشئين في النادي الاهلي، كانت امنيه عندي ان انا يعني ابقى لاعب في النادي الأهلي. بس كنت بص شايفهم احسن مني. ما كنتش بروح الاختبارات. بس دي نقطه هنرجع لها، بس انا عايز عشان ما ابعدش عن النقطه الاصليه. دول اولا لا كان بيفكر في ماده، بياخد مرتب بسيط جدا، كل امنيه حياته يشوف لعيب عنده بيوديه النادي وينجح اللاعب ده. تمام، ده الهدف عنده. الاهداف دلوقتي اتغيرت، انا مش عايز اخش في التفاصيل قوي، بس الـ 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 الناس اللي كانت شغاله في المهنه ولما انتقلت في النادي الاهلي كان نفس النظام كده. الاخلاص في النادي والمكان بدون اي يعني. انت بتتكلم عن زمن غير الزمن وعصر غير العصر. ما هي تدريجيا ابتدت تقل للاسف. يعني يمكن. طب وايه اللي يمنع ان احنا نجمع بين الاثنين؟ في ناس موجوده طبعا لغايه دلوقتي يحب المهنه ومخلص ليها وبيشتغل بضمير وما فيش حد يعرفه، اسم مجهول وشغال في نادي صغير او في مركز شباب، انما احنا الناس دي اهتمامهم بينا غير طبيعي، كان انا ابنه مثلا. وحضرتك لما كنت بتلعب كوره مصر كانت كام مليون؟ بدأنا 81 وصلنا 60 مثلا. احنا في 73 كنا اعتقد كنا 73 73 مليون، دخلنا في 80 مليون. قول يعني والله 80 مليون كتير. لا قول مثلا 42 مليون مثلا. سنه 80 مثلا، سنه 80 كنا 42 مليون تقريبا. يعني نص التعداد الشعب، يعني فوق تقريباً. الشعب بقى فيه شعب صح؟ طبعا. مش ده ادعى انه الصراع الصراع زاد. الصراع زاد طبعا، بيبقى في دخلاء دخلوا المهنه وهم مش قادرين يخشوا المهنه دي. لان اي مهنه محتاجه راجل يكون فاهم، بيحب المهنه وفاهم الناحيه الفنيه وعنده قدرات وموهوب بصرف النظر. ومين اللي بيسمح، معلش، مين اللي بيسمح يعني؟ هو في حد النهارده ينفع يصحى الصبح من النوم يقول انا قررت اشتغل دكتور، او انا قررت اشتغل ضابط، انا قررت اشتغل مهندس؟ بس يعني مين اللي بيسمح انه الناس دي تشتغل او تدخل المجال، ومين اللي ما بيسمحش؟ مين اللي بيفتح الباب ومين اللي بيقفل الباب؟ ما كرة بابها مفتوح، ما فيهاش بيبان. اي حد يعني. اي حد ليك علاقه كويسه ممكن تروح مركز شباب، تروح وانت دون المستوى. زمان لا زمان كان اللي بيشتغل في المهنه هو جدير بالمكان ده،
مدرب في النادي الاهلي هو جدير ان يكون مدرب. احنا كنا زمان اللي بيدرب في الناشئين الكابتن احمد ماهر والكابتن انور سلامه والكابتن الساس والدكتور عمرو ابو المجد، انا خايف اكون، والكابتن عوضين الله يرحمه، اسامي كبيره وتاريخ كبير. قد يكون في الوضع في الوقت الحالي مع الاحتراف واللعيبه اصبح عندها دخل كبير، لما بيعتزل ما بقاش مش هيروح يشتغل ب 2000 جنيه و3000 جنيه في نادي. فالعناصر ديت كنا احنا محتاجينها في التوقيت ده. بس هي عملت دخل مادي كويس فبيستكفى بقى، يعني عشان اخش المهنه دي بقى وابدا من الصفر العمليه صعبه. الاعلام طبعا جذب ناس كتير في التحليل وهو الاخره، فدي برضو قللت دخول ناس موهوبه جديره انها تكمل في المجال. هو ايه اللي مطلوب في الشخص اللي بيكتشف الموهبه؟ الموهبه يعني والدراسه. يعني هل العين اللي تشوف او ترصد في سن صغير؟ هو يعني برضو يعني لو انا بتكلم على موهبه لعيب عنده مثلا 10 سنين 12 سنه ولد صغير لسه ما هوش هيبان انه يعني كامل الاوصاف، بس في عين عارفه القماشه دي لو خدت واتمرنت واتدربت واتظبطت يطلع منها لعيب كويس. تمام. ده بيحصل ازاي؟ هي نسبه النجاح هتكون يعني مدرب موهوب بيرشح 10 مثلا، ممكن 4 منهم يوصلوا للفريق الاول او منتخب مصر. ايوه. انما مدرب غير موهوب لو رشح 10 مش هيوصل حد. هي بتبقى فيها موهبة طبعا. أيوة. وفيها دراسة، بس الدراسة دي محتاجة حاجة احنا ما بنعملهاش. دراسة ولو... ايه؟ يعني هل في الدراسة. حاجة مرتبطة باكتشاف المواهب؟ الدراسة. دراسة. دراسة. دراسة دورات تدريبية، كليات تربية رياضية. دراسة تدريب يعني. دراسة علمية يعني. ايوه. فدي الدراسة مهمة، يعني دي اكيد بتدي مؤشرات، بس احنا للأسف يعني احنا لو بدأنا كناحية علمية من سنين طويلة كنا ممكن نجني ثمار دلوقتي. يعني انا لو على انا بس احط مثال. صدق. النهارده محمد الشناوي بقى جون مصر ومن احسن الجون في افريقيا. مظبوط. بس جه فتره مشي من النادي الاهلي. مظبوط. لو انا عامل له قياسات صح وفي دراسات يعني في الماضي وقارنت بين الدراسات دي وبعضها لا يمكن كان يمشي. بس انا هقول لحضرتك لا يمكن. طب خليني اطرح وجهه نظر مختلفه. ما هو ممكن في اوقات يعني اوقات كتيره جدا يكون في اقتناع تماما بانه ده بتاع المستقبل، ده اللي جاي. بس انا في التوقيت ده محتاج ادي له فرصه انه يشارك اكتر. يعني الاهلي عمل ده مع كتير، مش بس الشناوي. لا بس النادي ما قالش يعني انا ماشي محمد شناوي عشان اجيبه تاني. يعني لا هو مشي خلاص. ما انا فاهم. انا فاهم. بس مثلا ما هو عمار طلع النادي استغنى عنه. يعني انا فاهم. دي اعاره. ماشي. انا ده بيتاكد كلامك الاعاره. انا بتكلم على اللعيب اللي بيستغنى عنه. ايوه تمام. بس لو في دراسات من زمان هقدر اجيب انا. هو ليه الكابتن ثابت لعب وليه الكابتن شوبير وليه الكابتن اكرامي دول هم لو في قياسات من هو مثلا ابدا من 14 15 سنه قياسات بقى فنيه وبدنيه. هعرف بقى. طيب. هقارن بينها واقول ده وصل عشان تشوف الدراسات، شوف الارقام بتاعته. يبقى لا الشناوي قريب جدا من الكابتن ثابت البطل. لا ده يكمل. بس هي ما فيش يعني هي دي ما هي الدراسات مش بتديك مؤشر او تستفيد منها في الوقت الحالي. خد بال حضرتك انه وفي المستقبل. لا في المستقبل. انا فاهم. بس خد بال حضرتك انه الشناوي حتى لما جه الاهلي لما رجع الاهلي او الاهلي جابه تاني ما كانش حارس مرمى مصر الاول، حارس مصر الاول. ماشي. وكان بيقعد احتياطي لشريف اكرامي مع كامل احترامي. لكن الشناوي اتفجرت قدراته وموهبته مع وقت ومع مشاركه ومع خبرات خدها في النادي الاهلي. ما من خلال الحديث يعني احنا قلنا مش هتنجح بنسبه كبيره بس هتنجح. انا بدي مثل. انا فاهم. انا فاهم ان حضرتك بتدي مثال. بس النادي الاهلي لو في فترات الناشئين مشي 20 لاعب، لا لو في دراسات موجوده مسبقه وحاليه واقدر اعمل مقارنات بينهم ليه ده وصل وده ما وصلش، لا هتدي مؤشر كويس. بعيدا عن الاهلي يا شباب بتكلم على مصر كلها، هل شايف في حاجات تانية؟ يعني على سبيل المثال مثلا على ايامكم كان تقريبا 90% من الانديه اللي بتشارك انديه جماهيريه، انديه شعبيه، انديه ليها جمهور. الخريطه بتاعت الكره في مصر اتغيرت، كتير من الانديه اللي كانت موجوده وكانوا ابطال، يعني هو مش ترسانه ده كان بطل؟ طبعا. كان فريق كان ثالث فريق بعد الاهلي والزمالك. وكان في سنه في سنوات يعني في عناصر كانت منتخب مصر منتخب مصر الشاذلي وحسين رياض ورفع رياض يعني خليلي والاولمبي كابتن محمود مع احتفاظنا بالقرار طبعا الاولمبي المنصوره مش كانت بطل مصر وفرقه من كانوا لعيبه دوليين جدا وقدمت لنجوم طبعا كتار جدا وغيرهم مش عايز انسى حد يعني بعد الانديه الجماهيريه دي اثر بشكل طبعا سلبي بص على بص هي نقطه بسيطه جدا اللي كان بينزل الملعب زمان لازم يكون موهوب مش موهوب يعني يبقى كابتن محمود الخطيب ما اقصدش انما موهوب بيلعب دفاع موهوب في الدفاع بيلعب حارس مرمى موقف حراس المرمى مهاجم هو موهوب انما دلوقتي دخلت عناصر
كل تفكيرها دي مشكله كبيره، كل تفكيرها اللي هو الكسب المادي، ما كانتش موجوده زمان دي. ما كانتش موجوده زمان. وطبعا حتى مستوى التدريب كان افضل، برغم كده انت بنتكلم عن الناحيه العلميه زادت والمفروض الدراسات وبتاع وتوفرت لناس كتير، بس برضو كانت مستوى التدريب ومستوى المدربين كانوا قادرين ان هم فعلا يطلعوا لعيبه سواء على الفريق الاول للنادي وكمان لعيبه دوليه. زائد كمان الناحيه الجماهيريه. ده كلام عليه علامات استفهام كبيره جدا. لا مش عارف. حضرتك شايف انه انا عايشها. اساليب التدريب زمان افضل من اساليب التدريب دلوقتي؟ ما هي ما تقدمتش. ما تقدمتش. انت شغال عشوائي. انت فاكر مستوى المدرب؟ انا ضربت لك امثله. طب انا هقارن بين من 30 سنه 40 يعني ما فيش حد من المدربين الشباب قلت لحضرتك مثلا التجارب الشبابيه، يعني عندنا ثلاث اربع اسماء كده طالعين جديد ولاد صغيرين شباب صغير يعني مقدمين الحقيقه مصريين، مش بتكلم حتى على المدربين اجانب، مقدمين فكر وعاملين بصمه اكيد موجود. محدش لفت نظرك مثلا من شباب المدربين المصريين؟ انا بتكلم، انت بتتكلم دلوقتي على 10 اتجاهات، انت بتتكلم في نجاح يبقى في اثنين فيهم فشل. انما ما يبقاش الفشل في 8 والنجاح في 2. انا بتكلم نسبه وتناسب يعني. لا المدربين كانوا اكثر موهبه في السنين اللي فاتت واكثر مستوى واكثر احتكاكا، وكان قلنا برضو في نقطه بعيده اللي اتكلمنا فيها ان في عناصر من اللاعبين ما كانش التدريب ده هدفهم، هدفهم حاجات تانية، بيزنس او في الاعلام الرياضي او في التحليل الرياضي يعني. في فقدنا لعيبه، ناس كتيره كانت ممكن يبقى ليها دور ايجابي وتاثير ايجابي في العمليه التدريبيه، احنا فقدناهم في الفتره دي. انما لا طبعا الان اصل كل جيلي او الجيل اللي بعدينا او اللي قبلينا اكيد هيتفقوا معايا في هذا الراي. ايوه في هذا الراي يعني. والاخلاص في العمل والضمير والاخلاق اعتقد دي قلت كتير. قلت كتير. طبعا طبعا طبعا. المدرب كان مرتبط بناديه يعني. ليه بقى؟ لان هو لعب في النادي 10 15 سنه في النادي، ما كانش في احتراف ولا فكر يروح النادي ده. احنا يعني لو جبت يعني الفرق في فتره الثمانينات، انا لعبت 81 بدايه الثمانينات تمام، معروف اللعيبه تشكيل اللعيبه اللي موجوده لحد دلوقتي الجمهور متذكره لانه قعد سنوات طويله فارتبط بالمكان فاخلص المكان. في مقدمات ادت لنتائج معينه بس المقدمات دي اختلفت، النتائج اختلفت بالظبط. واعتقد ان المقدمات اللي حضرتك بتقولها دي فكره ان انا اشتغل وادي المكان اخلاصا وانتماء، انا فاهم مستحيل يحصل يعني عليها. اللغه اللي بيتكلمها العصر ده عصر السوشيال ميديا، اللغه اللي بتكلم على البيزنس اللي هو هات وخد، لا تقبل بانها تستقبل فكره انه عطاء بدون مقابل. ماشي دلوقتي على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات، هي في مجاملات كتير. فيها مجاملات كتير، مش بتكلم عن النادي الاهلي، انا اقصد بتكلم بشكل عام. مش بتكلم في الفتره دي، في مجاملات كتير، المعروض كتير واللي عايز يشتغل كتير، ففي وسائل برضو هي في النهايه ما بتجيبش افضل العناصر. بتدي فرصه للناس تخش في المجال، انما الاول كان من غير ما انت في تصفيه او في انتقاء للمدربين، هو بتفرض عليك هم دول احسن ناس فعلا اللي جاي لك. جاي لك 10 مدربين، انت عايز 10 جاي لك 10 بس. هم دول افضل ناس. انما دلوقتي جاي لك 100، فبتتدخل فيها ظروف اخرى بتاثر في اختيار المدرب الكفء اللي يقدر يعني ياثر بشكل. والله معلش انا وقتي خلص وكان نفسي جدا اتكلم معاك عن كاس العالم للانديه، بس اسمح لي سريعا جدا يعني بعد القرعه خليني اسمع حتى رايك في مشوار الاهلي وطموحك، او شايف الاهلي ممكن يوصل لفين في كاس العالم اللي جاي ابتداء طبعا من مواجهه مونتري المكسيكي. احنا اخذنا البطوله الاخيره، اخذنا المركز الثالث، و2006 برضو حصلنا على المركز الثالث، يعني اكيد في طموح دلوقتي ان احسن احنا نوصل للفاينل. وعلى فكره لو تخطينا مونتيري او مونتاري المكسيكي عندنا فرصه كويسه، بل مراز كنا قابلناه قبل كده وكسبناه بضربات الجزاء، اعتقد هتدينا ثقه كبيره، واتمنى توافر الثقه والتصميم والاراده وتحقيق الهدف باذن الله ان احنا نحقق مركز افضل من مركز ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله تكون بطوله يحقق فيها الاهلي انجاز جديد، البطوله الوحيده اللقبها غايب عن دولاب بطولات النادي الاهلي، لكن الحقيقه بنستمتع بيها، واعتقد انه مشاركه الاهلي بقت في حد ذاتها واحده من اهم اسباب متعه الجماهير. احنا شاركنا رقم قياسي على فكره. طبعا 15 مشاركه احنا في كاس عالم انديه. كاس عالم الانديه احنا 7 مشاركات في كاس عالم. دي 7 دي اعلى، هي الاعلى
احنا تاني اعلى بعد اوكلاند، تاني اعلى فريق مشاركه بعد اوكلاند سيتي. لكن يمكن من حيث عدد الماتشات، عدد الماتشات اللي احنا لعبناها ممكن يكون اعلى، لان احنا بنوصل فوات يمكن 15 مباراه. انا مش 15 مباراه من حيث المشاركه، اكتر مشاركه 15 مباراه بالظبط كده. خليني قبل ما اختم الحلقه، الحقيقه الاهلي بيوجه الشكر طبعا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيلبي رغبه طبعا احمد اللي تابعنا مع حضراتكم الفيديو بتاعه النهارده، وبناء على توجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتاكيدا على اهتمام الدوله ومؤسساتها الوطنيه بذوي الهمم الذين يمثلون جزءا مهما من مستقبل الوطن، يستقبل كابتن محمود خطيب رئيس النادي بكره ان شاء الله الساعه 1 ظهرا احمد طارق الشاب اللي ظهر على شاشه الاهلي النهارده مع حضراتكم في السادسه، واحد من ذوي الهمم اللي طلب من السيد الرئيس في احتفاليه النهارده تحقيق رغبته بممارسه لعبه السباحه في النادي الاهلي. كل التوفيق لاحمد، وبالتاكيد احنا هنتابعه وسعداء بانه يكون موجود ضمن اسره النادي الاهلي. شكرا فخامه الرئيس، وشكرا كابتن محمود الخطيب، شكرا كابتن محمود صالح على تشريفك لينا النهارده، وبالتاكيد كل الشكر لجماهير النادي الاهلي اللي تابعتنا. اشوف حضراتكم بكره على شاشه الاهلي في تمام السادسه، تحياتي لحضراتكم.